لسه مكملين معاكم فقراتنا، وبعد جهد كبير جدا انفرجت أزمة أكتر من 1000 مصري في قضية الحوالات الصفراء الخاصة بالمعاشات، واللي أعتقد يعني ممكن يكون كلمنا فيها أكتر مرة قبل كده، وكانت قدرها 60 مليون دولار. الأسبوع اللي فات سفارة العراق بالتعاون مع اتحاد الثورة المصرية نظموا احتفال وكرموا فيه كل من بذلوا جهد في هذه القضية، وكان من ضمنهم ضيفتنا النهاردة الصحفية شاهيناز عزام مسؤول ملف دبلوماسي بجريدة روزا اليوسف. صباح الخير عليك. أهلا بيك. صباح الخير شاهيناز. وكنتي بتقولي حاجة دلوقتي مش عارفة تقولي. بس في معلومة بس. اتفضلي. هي مندوبية العراق، يعني في سفارة غير المندوبية. مندوبية العراق مش سفارة العراق. اوكي. طيب شاهيناز، عايزين نتكلم عن كواليس الأزمة، يعني تحكي لنا بالظبط كان ايه اللي حصل في الأزمة دي، وانت ازاي قدرتي ان انت تدخلي في الموضوع كواليس حل الأزمة ورد الحقوق لأصحابها واللي كانت مشهورة إعلاميا بالحوالات الصفراء. أولا صباح الخير عليكم. صباح النور. هو مبلغ الحوالات الصفراء اصلا 480 مليون دولار وليس 60، تصحيح بس للمعلومه. بالنسبه للحوالات الصفراء طبعا منذ عهد صدام حسين كان عدد كبير من المصريين حوالي 2 مليون بيشتغلوا في العراق. وطبعا حضراتكم عارفين ان في الوقت ده كان العلاقات المصريه العراقيه في ازهى اوجها، ومصريين كتير لما قامت الحرب سنة 91 اللي هي الحرب العراق والكويت تأثروا برضو باللي حدث، وفي مصريين كتير طبعا لهم أموال متعددة في مشروعات واستثمارات في الوقت ده. وبعد كده لما دخل التدخل الأمريكي طبعا وحصل الاحتلال الأمريكي للعراق، عدد كبير من المصريين هاجروا العراق وجم مصر وسابوا أموالهم وكل استثماراتهم بدون أي مقابل، حرصا على حياتهم يعني على ارواحهم من الاحتلال الامريكي. طبعا دي كانت ازمه كبيره يعاني منها 2 مليون مصري في الوقت ده بالذات. طبعا الازمه دي بعد ما الثوره بقى قامت الثوره المصريه والحمد لله نجحنا في اسقاط النظام، طبعا عدد من شباب اتحاد الثوره المصريه فكروا ان ليه الحوالات الصفراء دي ما ترجعش المصريين مره تانية. وطبعا عشان انا ماسكه الملف الدبلوماسي في جريده روزا اليوسف اليوميه لي علاقات طبعا مسؤوليه الملف العراقي في الشؤون الخارجيه، فعدد كبير من المسؤولين كانوا بيجوا مصر منهم السيد همام حمودي رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب العراقي، والحمد لله التقينا بيه وكلمناه على موضوع الحوالات الصفراء واني لازم ان المصريين تعود اموالهم مره اخرى. والراجل بصراحه ابدى موافقته على الموضوع، والوقت ده كان فيه موجود سفير العراق السيد نزار خير الله، وفي اجتماعات يعني متعدده الحمد لله قرروا ان هم هيقوموا بعوده هذه الاموال ووعدونا بكده. طب ايه الخطوات اللي تمت حتى الان بالتحديد بعد الاتفاق على استرداد الاموال؟ الخطوات اللي تمت اولا هو ابدا دعوة للشباب ان هم يزوروا العراق، ولكن احوال البلد في الوقت ده شارع محمد محمود والاحداث اللي كانت بتحصل ومسرح البالون منعت ان هم يروحوا. بس سفير نزار خير الله سفير العراق قام بجهد كبير، وسفير قيس العزاوي اللي هو مندوب العراق في الجامعة العربية، الراجل ده بصراحة احنا نشكره على المجهود اللي عمله، عمل مؤتمر كبير في المندوبية وكان في وزير العمل الاجتماعي العراقي، ووعد الشباب ان 480 مليون دولار هيعودوا المصريين اجلا ام عاجلا. وبالفعل لقينا بعديها تطورات حدثت، وبالفعل لقينا لقاء مع كبار المسؤولين في هذا المجال، والحمد لله المصريين قاموا بجهد كبير خاصه شباب الثوره في كل المحافظات كانوا بيروحوا وان هم يفهموا المصريين ان هم لهم حوالات يعملوا ايه يقدموا ازاي البنك التابع ليه يروحوا يقدموا فيه عشان يستلم. وانت كان دورك في الحته دي كان ايه؟ كان مع المسؤولين بالناس اللي هم عندهم المفروض مستحقاتهم ترجع لهم طبعًا. يعني طبعا انت حددتي مبلغ قلتي هو مش 60 هو 450. يا فندم انا اسفه يعني بس المعلومه بس عشان انا قصدي انا عايزه اكد يعني على المعلومه ان هم مش 480. انا عندي سؤال بيقول انه تم تحديد المبلغ المستحق للمصريين، فكنت عايزه اعرف هو كام يعني. 480 مليون دولار. اوكي تمام. طيب عايزين برضو نسألك عن يعني بما أننا كلمنا عن العراق وانتي مسؤولة الملف الدبلوماسي، يعني ايه طبيعة العلاقات الدبلوماسية دلوقتي ما بين مصر والعراق؟ العلاقات الدبلوماسية المصرية مش زي قبل الثورة، ده أنا أقول الكلمة الحقيقة يعني.
للاسف هو مش في اوج ازدهارها زي الاول، مش عجز مين المسؤولين في مصر او العراق، لا الاوضاع الامنيه في العراق ومصر خاصه في مصر كمان، ده مأثر قوي قوي على علاقاتنا في الخارج وسياستنا الخارجيه في كل حاجه. يعني احنا في اتفاقيات تم 10 اتفاقيات تم عقدها من الجانب العراقي في المجال الاقتصادي والاستثمار لحد دلوقتي لم يتم تفعيلها بشكل تام. الزياره الاخيره اللي قام بها بدعوه من السيد هشام قنديل رئيس الوزراء للسيد سامي الاعرجي وزير الاستثمار العراقي الاخيره بوفد كبير من كبار المسؤولين ورجال الاعمال لمصر، وقعوا على عدد من الاتفاقيات تم تفعيل بعضها والبعض الاخر لم يتم تفعيلها حتى الان، وده نظرا للحاله الامنيه. من اهمها انشاء مجلس مصري عراقي لاول مره، دي الحاجه اللي انا يعني اشيد بها في هذه الزياره. انشاء مجلس اعمال مصري عراقي لاستثمارات في سواء في مصر او العراق، ده لتشجيع طبعا البنيه التحتيه لمصر كويس، لان في طبعا اوضاع مؤثره على الاقتصاد بتاعنا. ده كان شيء جيد قوي تم توقيعه من الجانب المصري والجانب العراقي. طيب شاهيناز كلمينا بالنسبه لزياره الدكتور مرسي حاليا لاديس ابابا، ايه اخر الاخبار فيها؟ اخر الاخبار طبعا للاسف الزياره هي كانت مش ناجحه بشكل تام. ايه السبب؟ السبب اولا عدم التطرق الى موضوع سد النهضه الاثيوبي. يعني للاسف الجانب المصري ما قدرش ينجح في اقناع اثيوبيا بالتوقف عن بناء هذا السد على ما يقال دائما او ما ردده المسؤولين في اثيوبيا، وزيره التعدين او وزيره الري والموارد المائيه في اثيوبيا قالت ان ده مصالح لمصلحه للجميع من الجانب المصري والجانب الاثيوبي والجانب السوداني. هذا غير صحيح، هذا السد سيؤثر بشكل تام على حصه مصر اكيد طبعا، في بس ده كان يعني معروف من البدايه يعني. لكن لم يتم التطرق في هذه الزياره الا كان التركيز اكثر في الخطاب على فكره التركيز على الشامله للمفترض ان هي ما بين الدول الافريقيه ودول حوض النيل. هو التركيز يا فندم كان على السيد الرئيس سيد محمد مرسي، كان على مرور 50 عام على انشاء الاتحاد الافريقي، هم بيحتفلوا بهذا الامر، فكان هذه دعوه لمصر لي بمرور 50 عاما على انشاء الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، ولكن لم يتم التطرق الى اهم جانب وهو انشاء السد النهضه الاثيوبي الذي سيؤثر بشكل تام على نقص حصه مصر في مياه النيل والسودان ايضا. ده شيء الم المصريين بشكل كبير، الم المسؤولين المصريين وكبار الخبراء في هذا المجال، حذروا وكانوا ياملون ان كبار المسؤولين المصريين يقوموا على جهد كبير في اقناع اثيوبيا، ولكن اثيوبيا ضربت بعرض الحائط ولم تهتم في هذه الزياره بتوقف عن هذا السد. في نقطة تانية عايزة أشير إليها برضو، إن في لجنة ثلاثية تضم مصر والسودان وأثيوبيا للنظر في تداعيات هذا الأمر الخطير. لم يتم التطرق لهذه اللجنة في هذه الزيارة، ولم يبت فيها جديد نهائيا، بل العكس تم التركيز على العلاقات المصرية الأثيوبية وأهم الاتفاقيات التي عقدت وفعاليتها. لكن هل وصلت لك أي تفسيرات معينة لعدم التطرق المتكرر لموضوع مهم زي ده؟ الجانب الأثيوبي طبعا لم يهتم بهذا الأمر، وأنا يعني كان في مطالبة ولكن في تقصير في الجانب الأثيوبي لم يهتم، ولكن كانت المطلب الأساسي هنا كان تراجعهم عن سد النهضة ولا تأمين حصة مصر في مياه النيل حتى بوجود السد. الجانب المصري كان دائما يكرر تراجع أثيوبيا عن حصة مصر وتوقف هذا السد الذي سيؤثر بشكل تام بشكل كبير على حصة مصر، ولكن للأسف الجانب المصري كان غير مقصر بشكل كبير في هذه الزيارة. لم يتم كان مقصر في ايه؟ في انه عدم اقناع، ما كانش عامل خطة معينة او ما كانش يعني في مسودة معينة مكتوب فيها كلام مقنع او خطط معينة لأثيوبيا يعني؟ لم يشير هذا الجانب المصري الى هذا الامر للاسف. طب الوفد اللي كان موجود مع يعني في الزياره مع سياده الرئيس كان دوره ايه بالظبط؟ هم حاولوا بشكل كبير
أن يقوموا بتطرق لهذا الأمر، ولكن الخطابات المتعددة هي كانت السبب في عدم الاهتمام بهذا الأمر. ولكن أنا مقولة بس أخيرة، أنادي كبار المسؤولين المصريين والسيد الرئيس بالاهتمام بتوقف الصوبيا عن إنشاء هذا السد، لأنه سيؤدي إلى نتائج غير إيجابية لحصة مصر في مياه النيل، وبالتالي قد يؤثر بشكل كبير على بلدنا. هرجع مرة تانية معاكي لمصر والعراق والعلاقات الدبلوماسية ما بينهم، بما ان انت موجودة معانا النهاردة ويعني ليكي دايما اتصالات بسفارة العراق، وتتخيلي في الفترة الجاية هيكون العلاقات ما بيننا شكلها ايه؟ اتمنى العلاقات يعني تواجد امني اكبر يعني، وبنتكلم بقى على كل المستويات مش فقط المستوى الاقتصادي. اهم الاتفاقيات انشاء مدينة صناعية في حطين، ده الجانب المصري اللي اتفق عليه في الجامعة العربية مع وزير الاستثمار بأيدي مصرية عراقية، يعني رجال أعمال هناك هيقوموا بإنشاء هذه المدينة والمنطقة الصناعية في حطين في العراق. العراقيين بيحتاجون الأيدي العاملة المصرية، والمصريين أيضا يحتاجون إلى الاستثمار في العراق. وكان هذا الأمر قد أشيد به تماما، ولكن أأمل في الفترة القادمة أن يهتم الجانب العراقي بتفعيل هذه الاتفاقيات التي وقعت 10 اتفاقيات لم يتم تنفيذها بشكل كبير، وهي المساهمة في الاستثمار في مصر من رجال الأعمال العراقيين، لأن مصر ياما وقفت مع الدول العربية الشقيقة، وأتمنى أن العراق هي تقف مع مصر في هذا الوقت بالذات، الوقت الصعب الذي نمر به. ونحن نريد من الحكومة المصرية التي لم تفعل شيئا حتى الآن بأنها تفعل هذه الاتفاقيات، وأن هي تقوم بزيارات متكررة للعراق، لأن العراق دولة شقيقة وفي تاريخ وحضارة تربط بين مصر والعراق. أكيد طبعا. شاهيناز ده احنا يعني كنت عايزة أبارك لك الأول بس على التكريم بتاعك اللي أنت جايبة معاكي النهاردة. التكريم وتكلمينا كده، تم التكريم بيكي ازاي والاحتفال او الموضوع هو التكريم مش لوحدي اولا. اتكرم فيه رئيس الوزراء السيد نور الملكي، اتكرم فيه السيد هشام الزبيري وزير خارجيه العراق، اتكرم فيه السفير العراقي نزار خير الله السابق، عدد من الكبار المسؤولين اللي ساهموا في حل ازمه الحوالات الصفراء، وانا منهم، وانا كنت معاهم برضو الجانب المصري. انا كنت معاهم كمان. أنا بشكر اتحاد الثورة المصرية، بشكر المندوبية العراقية في مصر على إن هم أعطوني هذا الدرع وده وسام على صدري، بشكرهم كلهم. أنت عملتي بذلتي مجهود كبير جدا الحقيقة عشان الحوالات الصفراء دي ترجع تاني. تمام طبعا، لأن السيد أمام حمود رئيس لجنة العلاقات الخارجية أخذ منك وقت قد إيه تقريبا الموضوع ده عشان تبقى كان شهر 5/2011 بعد الثورة بأربع شهور، سنتين يعني حتى الآن حتى انفرجت الأزمة. ولكن نحن نريد من طبعا من الجانب العراقي، أنا بشكرهم على نائب السفير أعطاني هذا الدرع، أنا بشكره جدا، ولكن أنا بتمنى في الفترة القادمة إن هم يقوموا بتفعيل أكتر. وود أن ألفت سيادتكم بملحوظة مهمة، هيتم في حفل كبير، هذا التكريم ليس عام، هي كان على مستوى يعني ايه زي بروفا كده ما بيقولوا. سيتم التكريم في مؤتمر كبير وكبار عدد كبير من وسائل الاعلام المصريه والاجنبيه والعربيه هتحضر، هيتم فيه التكريم سيد رئيس الوزراء نور الملكي، وهيتم فيه تكريم سيد هشام الزبيري وزير الخارجيه. هيكون بشكل اوسع وهيكون ليه تغطيه اعلاميه اكبر في الفتره الجايه المندوبيه. مره ثانيه ببارك لك الصحفيه شاهيناز عزام مسؤول ملف دبلوماسي بجريده روزا اليوسف، بشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا النهارده. شكرا شكرا شاهيناز ومي. شكرا مشاهدينا، كان يومنا النهارده معاكم لمده ساعتين مباشره على الهواء، ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد وحلقه جديده بكره وكاست عمل جديد في نهارك سعيد.